نعم سوا لاباس عليكم. اليوم غنوريكم الطريقه كيفاش تصيبوا الكعاوي او الكعاوي باللغه العربيه عند الدول المصريه. مهم الكعاوي اللي كنتو غديروهم في الغداء غتصوبوهم بالليل في هاد التوابل اللي غادي نوريكم. الا كنتو غديروهم للعشاء غتصيبوهم الصباح. دائما خاصهم ياخذوا الوقت في هاد يعني في التتبيله اللي غنديروا ليهم باش يدخل ليهم مزيان القامه. الوغ بالنسبه لهنا عندنا الكعاوي، طبعا كل واحد يدير الكميه اللي كتناسبو. عندنا هنايا في التوابل عندنا ملح، عندنا كمون، عندنا فلفل اسود، شويه زنجبيل، شويه الكركم، وشويه كزبر بودره، وشويه هذه تحميره ولا باربريكا، وراس الحانوت اللي هي التوابل السبعه. عندنا هنايا تقريبا واحد أربعة المسامر اولا ديال القرنفل، وعندنا هنايا الثومه تقريبا ثلاثه الفصوص ديال الثوم مهروسين هكا، وعندنا سمن معلقه صغيره. طبعا عندنا هنا الزعفران، عندنا بصله كبيره، وقزبر، ومعدنوس. وهنا غنديروهم حنايا بالبصله الصغيره وبطيطه صغيره وحمص. طبعا عندنا زيت زيتون، وعندنا كاس ديال الماء باش غنخلطوا هاد التوابل هادي. غتشوفوا غنديروهم في الكوكوط بهذا الشكل، وغنديروا لهم هاد الكاس ديال الماء. حتى البصلة وهادو كيطيرو؟ لا حتى طيب. المهم هادو حتى هنا غادي نخلطو هاد العناصر ديال التوابل اللي درنا مع داك الكاس ديال الماء، وغنضيفو لهم هاد الكعابي باش يباتو فيهم. حنا غنديروهم الغدا. فوالا كتحاولو كل وحدة تدوزوها تما في هاديك التتبيلة. وطبعا هنا الحمص وبطاطا صغيره وبصله تغدى على الدار. حمص غير يترطب بيان سور. زيت زيتون تنغدى واقع عليك عاد طفي زيت زيتون زيت زيتون والبصله وربيع وهاد الشيء حتى الغدا. صافي غديريهم غير هكا وتخليهم صافي حتى غنديرهم في الثلاجه. خصهم يبقاو في الثلاجه وغدا عادي صافي عاد ان شاء الله تكمل. بون بنات هانتوما كيف شفتو هنايا دابا راه رقدناهم في هذيك التتبيله. غدا ان شاء الله عاد غادي نوريكم باقي المراحل كيف كتشوفوا. صافي وخليهم في الثلاجه، غطيوهم بواحد السلوفان ولا ردوا عليهم الغلاقه وديروهم في الثلاجه وخليهم حتى تبغيو طيبوهم. اوغميو بحال كتقلي شويه ماشي تخرب عليكم. اليوم راه كيف كتشوفوا صافي غادي نطيبوا هذوك الكعاوي. هنا راه هادو اللي بيتنا البارح، وهادو مشات ماما زادت واحد اخرين في الصباح باش جاونا هادو قلال. فقلنا يعني هكا تعرفوا هي شي واحد كياكل مره في الشحال فمن الاحسن يعني تكون كافيه. المهم حنا راه اربعه الناس عندنا هنايا. صافي دابا غادي هادو رجعتهم من الصباح وعاودت رقداتهم باش تما يلاه تطلق فيهم لقاح الا نصبوهم نصبوهم ناري دابا. اوكي راه هنا طفنا هادوك هنايا. صافي دابا غندير لهم بصيله ياك كتشمضيها ولا ديرهم فوق العافيه بعدا يتقلاو في نفس الوقت. قطعي البصله و عاد نديرو عليهم البصله والحمص والزعفران. المهم انا غنتبع معكم مرحله بمرحله. غنسيهو دابا هنا وانا غادي نحنا راه كيف شفتو حنا راه شعلنا عليهم دابا العافيه بلا تقطعو البصله غنضيفوها. هنا غنضيفو ديك القزبر والمعدنوس. البصله كبيره وشابه غير اللي غنخدرو بها الصغيور. عرفت هادي اللي غنتقلبها ودرت فيها اللحم. وعلى الصغيرة غتكون هكذا. حنا هنا درناها بالبصلة صغيرة وحمص وبطاطا صغيرة. كاين اللي كيدير غير حمص والزبيب، كاين اللي كيدير غير بصلة صغيرة. المهم كل واحد حمص والبصلة والزبيب. حمص والبصلة والزبيب صغيرة بصلة صغيرة. المهم كيبقى اختيار كل واحد يدير اللي بغا. يلاه تنجح دابا غادي نضيفو هذيك البصلة. هذه غير شلطناها هكذا والخاص غير راه غتكون. غنضيفو الحمص وغنديرو الحمص اللي رقدنا البارح.
دابا غنسدو عليها شحال تقريبا كتسدي عليها؟ نسدو عليها واحد الساعة. الساعة ما كتديري لا ما اخر لا والو، غير هاد الكاس اللي درنا به الإقامة. صافي البنات البصلة كطلق الماء كلشي كيطلق الماء. ماما حاول دير لي هكاك باش ميجيش فوالا. صافي دابا غنسدو عليها نص ساعة ونرجع نكمل معاكم باقي المراحل بعد ما نقيو البطاطا وبصلة. الوغ البنات هنايا كيف كتشوفوا راه حلينا على الكوكو، ها هو دابا راه صافي طاب. كتقلبوه طبعا تاكدوا انه يكون طاب. صافي دابا راه طاب، غادي نزيدوا غير شويه الماء لان هادشي كيشرب الماء، الحمص وباقي العناصر شربوا الماء، فغنزيدوا غير شويه الماء وغنرميو. هنايا عندنا البصله الصغيره اللي درنا نقينا، البطاطا حتى هي هاي صغيره نقيناها. صافي وغنزيدوا زيت الزيتون والزعفران. كتسخنوا شويه هذه الغرفه باش يجيكم ساهل انكم تحكوا. كتديروا زيت الزيتون تقريبا نص كاس، نص كاس تقريبا. اللي بغى يطيبهم غير بحالكم ويزيد عليهم الزبيب مع الحمص راه ممكن. اللي ما اللي بغى يدير بصيله وقطيطه وداكشي كيدير بصيله وقطيطه. المهم في هذه المرحله هذه الا بغيتو ديروا فيهم تخليهم غير هكا بالحمص، غادي يوصل الاخر ديروا الزبيب، راه كتكونوا غاسلينه مخلينه في شويه الماء. صافي وكترميوه حتى هو في الاخر. هنا كاس ديال الماء اللي غنضيفو، غير كاس الماء مع شحال البصيله تاعي غطلقوا سقيت لي فين طيب البطاطا وصافي. ما غاتسديش لي دابا غادي تغطي بلاصه، غاتسدي السد باش نسد، ولكن غاتسديها واحد الوقت بسيط ماشي شي تقريبا ربع ساعة. صافي كنت فين غادي الوقت اللي طيب البطاطا والبصلة، البطاطا والبصلة في ساعة كيطيبو. كتشوفوا البنات صافي هو سيتو ليه طيب ونعاود نرجع لكم. انا البنات هنا كيف كتشوفوا راه حلينا على الكوكوت. صافي راه داكشي طاب، انما خاص البصيله بغيناها تاخذ شويه واحد تعسل، فصافي غنطفيو عليها ونخليو غير تحيد ماما هذاك اللحم او لا تنقصوا عليها وتاكدوا انكم ناقصينها بحال الشمعه باش تعسلوا ديك البصيله بلا ما تحرقوا داكشي الاخر. صافي غنطفي عليها ونوريكم الشكل النهائي في طبق التقديم. انا البنات هنا كيف كتشوفوا دابا راه كنحطوا الحطه صافي في الطبق التقديم. المهم طالع لا فابور ديال هذا، غير كدرب الكاميرا حتى نسالي ونوريكم الشكل النهائي. حنا كن سدي ديال انا البنات هنا هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي صايبنا ديال الكعاوي. يا البنات مهم الفيديو نساليو نصايبو، نديرو دابا غوتي اتاي تايم. الحليوة تشرينا من باتيسري، واحد كبير المرات كيعكز يصيب شي حاجة. مهم كاس أتاي.